استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين في القيادة العامة صباح اليوم معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وسعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وكيل وزارة الدفاع. خلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين بمعالي رئيسة مجلس النواب، حيث تم استعراض أوجه التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين ومجلس النواب، وأشاد معاليه بما يبذله أعضاء المجلس من جهود طيبة في سبيل الرقي بهذا الوطن العزيز وخدمة المواطنين والمقيمين. حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن الشيخ علي بن راشد الخليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، واللواء حقوق الدكتور يوسف راشد فليفر رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.